أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها عن المرسوم الجديد الذي يفرض حظر السفر على مواطني عدة دول من دخول أراضيها، وقد فرضت قيود على دخول مواطني كوريا الشمالية وتشاد وإيران والصومال واليمن وفنزويلا وسوريا، وأن العراقيين سيخضعون لفحص إضافي لدخول الولايات المتحدة لكنهم لن يواجهوا قيودا. قتل جنرال روسي في قصف لتنظيم داعش قرب دير الزور في شرق سوريا وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الأحد عن وزارة الدفاع. وقالت الوزارة قتل الجنرال فاليري أسابوف بانفجار قذيفة خلال قصف مفاجئ بالهاون قام به مقاتلو تنظيم داعش. يتوجه ناخبون في إقليم كردستان العراق إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء على استقلال الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي، وذلك وسط معارضة دولية لإجراء هذا الاستفتاء. وتقول حكومة إقليم كردستان إن الاستفتاء هو الخيار الديمقراطي لسماع صوت الشعب الكردي الذي تعرض لحملة إبادة على مدى عقود. قالت منظمة الصحة العالمية إنها سجلت 2110 حالات وفاة مرتبطة بمرض الكوليرا في اليمن خلال أقل من 5 أشهر. وأضافت المنظمة في تقرير لها أن حالات الوفاة تلك سجلت في 96% من إجمالي 22 محافظة يمنية. عثرت قوات حكومة ميانمار على 28 جثة لقرويين هندوس تشتبه السلطات بأنهم الروهينجا قتلوا الشهر الماضي في بداية موجة من أعمال العنف. وأجبرت الحكومة 430 ألفا من مسلمي ميانمار للفرار إلى بنغلاديش. قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي إن زلزالا قوته 5 درجات وتسعة أعشار الدرجة ضرب موقعا قبالة ساحل غرب المكسيك. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أعلنت أن زلزالا بقوة 6 درجات و10 درجة وقع على بعد 12 ميلا جنوب شرق وهاكا بالمكسيك. هذا وارتفع عدد قتلى زلزال المكسيك المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى 320 قتيلا، ومع انهيار آلاف المنازل نام الناجون في الشوارع أمام منازلهم.